وصلنا لمساحتنا الثانية بصباحنا لليوم، وحنفردها لمساحتنا الطبية، وحنحكي عن أهم المشاكل الوعائية اللي بتصيب القلب. دائما بنسمع بأنه أمراض القلب هي عم تكون السبب الأول للوفاة، وهذا الشيء حسب دراسات طبية عم بيكون معدل كتير مرتفع بسبب الأمراض القلبية. اليوم رح هيك نفرد المساحة أكثر لنتعرف شو هي أهم الأمراض الوعائية، كتير بنسمع موجودة عند الأشخاص وبتختلف الأسباب من شخص لشخص. صحيح رشا، رح نعرف ضمن مساحتنا الحالية شو أول شيء نتعرف شو هي الأمراض القلبية الوعائية، شو أسبابها، وكيف ممكن أن نعالجها مع الدكتور حسن إبراهيم اختصاصي بأمراض القلب والجراحة. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين ولكل بلدنا. صباح الخير حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن نقطة صحة بالجسم الإنسان، وهو خلينا نقول دينيمو تبع الإنسان يعني، وللأسف دراسات كتير أكدت أنه أسباب الوفاة عم تكون هي سبب الأمراض القلبية بمختلف أنواع. اليوم هيك حبينا نفرض هي المساحة للمشاكل الوعائية والأمراض الوعائية. اليوم هسه حبينا نبسط المعلومة شو هي هي المشكلات وكيف ممكن نحن نقدر نوصفها. لا شك أنه في عنا بالقلب أوعية. القلب هو بيضخ الدم لكل أنحاء الجسم عن طريق شرايين، وبيرجع هالدم من كل أنحاء الجسم سواء من الدماغ أو الطرفين السفليين أو من القلب إلى القلب لحتى يتروى بالأكسجين مرة ثانية عن طريق أوردة. فنحن في عنا أمراض بتصيب الشرايين وفي عنا أمراض بتصيب الأوردة. خلينا نتغاضى شوي عن أمراض الأوردة ويلي هي قليلة نسبيا، ويلي أهمها هو الخثار يلي بيصيب الطرفين السفليين، وهذا الخثار يلي بيصير عادة نتيجة الاستلقاء المديد أو ظروف معينة بيكون فيه تأهب للخثار، وهذا خطورته تكمن في أنه إذا انطلقت خثرة من الأوردة إلى القلب رح تساوي لنا صمة رئوية، والصمة الرئوية غالبا إذا سكرت الشريان الرئوي وكانت كبيرة ممكن تودي بحياة المريض. لكن الأهم من هالشيء هو الأمراض يلي بتصيب الشرايين. شو هي الأمراض يلي بتصيب الشرايين أو الأوعية الشريانية؟ الأوعية الشريانية هي اللي بتنقل الدم وبتنقل الأكسجين سواء للدماغ أو للقلب أو للطرفين السفليين أو للكليتين. شو هي هالأمراض يلي بتصيب هي الأوعية وهالشرايين؟ أو شو هو المرض الأساسي؟ بصراحة المرض الأساسي هو تصلب الشرايين. هالشرايين هي عادة إلها بيطانة تعمل بشكل جيد، تنقل الدم بشكل جيد، تنقل الأكسجين عن طريق الدم بشكل جيد. لما يصير في يعني سوء عمل في بطانة هالشرايين هون رح تبلش عنا المشاكل. شو هي المشكلة الأساسية اللي بتصيب بطانة الشرايين؟ هي التصلب العصيدي. ليش بيصير التصلب العصيدي وشو هو التصلب العصيدي؟ التصلب العصيدي بيصير في تكلسات في بطانة الشرايين من جوا. هي التكلسات نتيجة اندخال الكوليسترول، وخاصة في عنا نوع من أنواع الكوليسترول اللي هو LDL كوليسترول، يلي هو الكوليسترول يلي ذرته صغيرة يلي منخفض الوزن الجزيئي. فهي لما تندخل في البيطانة ويتوضع عليها الكلس بتبلش تضيق الشرايين شوي شوي. طب شو هي العوامل يلي بتساعد على تصلب الشرايين؟ لا شك انه نحن عنا عوامل كتير بتساعد على تصلب الشرايين. أهم هذه العوامل هو التدخين السجائر. الشغلة الثانية تناول الكحول بكميات مفرطة وكميات كبيرة، وهو يعني سواء سيء سواء بكان كميات كبيرة أو كميات صغيرة. من بين هالعوامل هي ارتفاع الشحوم الثلاثية والLDL كوليسترول، من بين هالعوامل البدانة وقلة الحركة وحياة الخمول والركود يلي بنشوفها خاصة في هالوقت عند الناس اللي صاروا يعني على الموبايلات. أكيد أكيد أكيد. من بين هالعوامل هي في عنا مرضين كتير شائعين وكتير مهمين، وهدول نحن ضبطهم ممكن يكون بأيدينا يلي هن الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني. من بين هالعوامل في كتير عوامل بصراحة يعني في شغلات نحن ما بنعرفها. الوراثة أحياناً بتلعب دور لما يكون في تصلب شرايين عند الوالد والوالدة والإخوة والأعمام، نحن عم نشوف هالشيء أكتر. إذن المرض الأساسي اللي عم يصيبها الشرايين ويخليها تتضيق بشكل منتشر ضمن هالأوعية هو التصلب يلي ناتج بسبب هدول العوامل يلي هن عوامل الخطورة.
في شيء ما ذكرناه يمكن الذكورة واحدة منهم. نحن السيدات عادة ما بيصير عندهم أقل لأنه هرموناتهم بتحميهم، أما الذكورة هي واحد من عوامل الخطورة. تمام. دكتور حضرتك ذكرت مرض تصلب الشرايين، فينا نعتبره هو أشهر أمراض القلب الوعائية تماما شيوعا، هو الشائع. أمراض ثانية خلينا نتعرف عليها كمان. بالتأكيد هو الشائع، وهو اللي بيخرب بطانة الشرايين من جوا، وهو اللي بيخلي الدم ما بيمشي بشكل جيد، وهو يلي ممكن يضيق الشرايين شوي شوي شوي، وتكون التضيقات عادة بنسب مختلفة، وأسوأ شيء إذا سادت هاي التضيقات عن 60-70% في الشريان، فبتلاقي المريض بيصير يشكي من أعراض نتيجة تصلب الشرايين. حكيم، طالما ذكرت شكوى والأعراض، اليوم كيف نحن قادرين نشخص المرض عند الشخص ونقدر نحدد شو نوع المشكلة الوعائية اللي عم بيعاني منها؟ الآن طالما التصلب هذا بيصيب كل الشرايين، فممكن نشوف نحن الأعراض يلي عم يغذيها هذا الشريان المصاب بالتضيق. على سبيل المثال يلي هو أهم عضو في الجسم يلي هو العضلة القلبية والدماغ. العضلة القلبية وقت يصير في تضيقات وتصلب في شرايين المغذية أو المروية للعضلة القلبية، هي التضيقات حسب شدتها ممكن المريض في المرحلة البدائية أو بالمرحلة الأولى يشكي من آلام خناقية. الآلام تبدأ عادة في منتصف الصدر، تنتشر إلى الذقن، تنتشر إلى منتصف الظهر، أحيانا نشوفها بالشرسوف، أحيانا تنتشر إلى الطرف العلوي الأيمن أو الأيسر، وهي الآلام الخناقية بتزيد على المشي والتعب والجهد أو على السترس والشدة النفسية والتعصيب والزعل، وتخف عادة بتناول الأدوية اللي بتوسع هالشرايين اللي هي النيتروغليسيرين. الآن إذا كان في شرايين أخرى مصابة، بنشوف الأعراض الموافقة للشريان يلي عم يغذي العضو. على سبيل المثال إذا كان عندي تصلب أو تضيق شديد بالشريان اللي رايح للدماغ، هذا الشريان إذا سكر رح يساوي لي فالج، ممكن يساوي لي خذل أو ضعف في الإيد أو الرجل، أو ممكن يساوي لي عسرة بلع أو حبسة كلامية، فجأة ما عاد بيقدر يحكي المريض، وممكن يساوي لي أحيانا فالج كامل. إذا هالتضيقات كانت في الطرفين السفليين، ممكن تساوي لي شيء اسمه عرج متقطع. بتلاقي المريض لما تضيق شرايين رجليه ممكن يمشي 100 متر بحس حاله عم يتعب، ما عاد يقدر يمشي، بيضطر يرتاح لحتى يقدر يتابع المشي مرة ثانية. فالأعراض كلياتها تتعلق بالعضو يلي عم يغذيه الشريان المصاب عادة. معناتها اليوم حكيم هي الأعراض مانا عم فينا نقول مثل ما ذكرت حضرتك بتتعلق بالعضو يلي عم يغذي القلب، يعني يوم نقدر نميز نحن بين عارض وآخر ونقدر نحدد المشكلة يعني. تماما. دكتور خلينا نحكي اليوم عن كيف ممكن كشف المرض، هل هو يعني الفحص السريري ومتابعة الأعراض ممكن نحن نكشف حالة هي التضيقات أو تصلب الشرايين، أم في تحاليل معينة، أم موضوع القثرة القلبية اللي نعرفه يعني بيكشف كل الأزيات الموجودة بالقلب؟ الآن لحتى نحن نتأكد، أول شيء التشخيص لا يكون لا شك أنه الأعراض السريرية هي اللي راح توجهنا لحتى شو الاستقصاءات يلي لازم نساويها. فنحن إذا كان على سبيل المثال في تضيقات في شرايين العضلة القلبية وكانت الآلام خناقية ولا تعنو على العلاج الدوائي، وقتها نحن لازم نلجأ إلى القثرة القلبية لحتى نصور هالشرايين ونشوف يعني مدى شدة التضيقات وشو طريقة علاجها. هلأ الشرايين اللي رايحة للدماغ أكيد الإيكو رح يساعدنا في تضيقات الشرايين السباتية وحتى في تضيقات الأبهر وشرايين الطرفين السفليين، لكن بالنتيجة التشخيص الدقيق رح يكون بتصوير هذه الشرايين، سواء بحقن المادة الظليلة ضمن هذه الشرايين أو سواء بالتصوير الطبقي المحوري أو الرنين المغناطيسي أو التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح لحتى يفرجينا وين موجودة هالتضيقات، وهو التصوير رح يساعدنا في طريقة حلها. سواء كانت في الطرفين السفليين في الحرقوفيين هي الشرايين ممكن تتوسع بشبكات، احيانا قد نلجأ للعمل الجراحي لحتى نبدل هالشرايين. اذا كانت بالشرايين السباتيه اللي رايحه للدماغ هي ممكن تتوسع ايضا بشبكات، وممكن نحن نلجأ للجراحه لتبديل هذه الشرايين. اما شرايين العضله القلبيه وهي يعني الشغله الاهم، فالتصوير هو اللي راح يفرز لنا ثلاث حالات.
الحالة الأولانية إذا كانت التضيقات خفيفة وكان في بطء جريان ضمن هالشرايين وكانت الشرايين عصيدية بشدة وكانت بطانة هالشرايين مريضة وغير قابلة يعني للجراحة أو للشبكات، فهدول عادة بنحطهم على علاج دوائي. وهي الشرايين لها منظر معين، وخاصة المرضى اللي مصابين بالداء السكري أو المرضى اللي عندهم LDL كوليسترول عالي أو المرضى اللي هن بيتناولوا كحول بكميات كبيرة. احيانا بيكون التضيقات ما هي يعني تضيقات ما هي كثيره، ممكن يكون تضيق واحد ومحدد وفي شريان معين، فهذا ممكن، وكان التضيق شديد فهذا ممكن اصلاحه بشبكه. نحن ممكن ننفخ شبكه في مكان هذا الشريان والشبكه بتكون محموله على بالون، بنسحب البالون وبتفتح الشبكه وبيفتح الشريان وبتروح الاعراض نهائيا. احيانا تكون التضيقات شديده جدا والتضيقات متعدده وتشمل شرايين كبيره وخاصه الجذع اللي بيغذي البطين الايسري اللي هو شريان الحياه. في هالحاله نحن مضطرين نلجا للعمل الجراحي القلب المفتوح ونحاول نبدل كل هالشرايين بشريان الثدي الباطن وناخذ اورده من الرجل على شكل مجازات، ناخذها من الابهر لهالشرايين هي المتضيقه لحتى نقي المريض من الموت المفاجئ ونرجع نروح يعني نلغي له الأعراض أو تروح الأعراض كلياتها. هي دائما حكيم بنقول الوقاية خير من العلاج، ودائما الفحص السريري للأشخاص اللي هن عرضة للإصابة بهذا المرض مفروض يكون دوري بكل 6 شهور واحد يقدر يشيك على وضعه. ذكرت حضرتك أعراض، ولكن اليوم هيك كرمال نفصل أكثر بالقصة، في شيء تشابه بين هذا المرض ومرض آخر؟ يعني نحن بنسمع أنه الكولون العصبي ممكن يحمل بعض الأعراض، يفكر شخص أنه هو عنده مشكلة بالقلب، عنده ضغط على القلب، نفسه ضيق، ما عم يقدر وقت اللي بيمشي بيتعب. يعني هون هدول الاختلاطات ممكن يكون في تشابه بالقصة؟ أكيد، لكن نحن فينا نميز. هلأ لو رحنا للألم الصدري فينا نميز الألم الصدري القلبي من الآلام غير القلبية بصفات الألم. الألم الصدري الخناقي هو ألم وصفي، ألم يزداد بالجهد، يخف بالراحة وتناول النيتروغليسيرين اللي حكينا عليه. ألم احتشاء العضلة القلبية هو ألم شديد في منتصف الصدر، ينتشر إلى الذقن للطرف العلوي الأيسر، الألم يستمر أكثر من نصف ساعة، يترافق الألم أحياناً بتعرق شديد، بغثيان، بنوب غشي، فقد وعي، ألم وصفي تمام. المريض بتلاقي عم تلاقي نفسه عم يتعرق، مبين الألم القلبي. هذا أعراض جلطة يعني. هي أعراض الجلطة وتسكير الشريان والاحتشاء. هذا الألم يجب دائما نحن كل ألم صدري نحمله على محمل الجد، لأنه الخطورة على الحياة تكمن في هذا الألم. لكن هذا الألم يمكن تمييزه بسهولة عن الأسباب الأخرى للألم الصدري. نحن ممكن نشوف الألم الصدري على سبيل المثال في الآلام الضلعية القصية، هي آلام واضحة، بتلاقي المريض لما ياخذ نفس أو يحرك إيده أو يرفع إيده بتلاقي بيزيد الألم على حركات جدار الصدر. الألم ما بيشير بإيده، بيشير بإصبعه، بيقول لك يا دكتور عندي نغزة بصدري هون. هذا قولاً واحداً ما هو ألم قلبي. في عنا آلام قد تنشأ من الرئة، الناس اللي عندهم على سبيل المثال انصباب جنب وعندهم سعال، بتلاقي هدول مبين أنه هذا الألم هو من منشأ من الرئتين والجنب وليس له علاقة بالقلب. في عنا آلام أحياناً قد تكون بتشنج المعدة أو الكولون، بتلاقيها عم تطلع لفوق على الصدر وعم تساوينا، هذا ما هو ألم قلبي. احيانا في عندنا الناس اللي عندهم بحص بالمراره، فعلى اكل الدهون والدسم والزفر يصير عندهم الم في المراق الايمن ينتشر الى الكتف الايمن او الى منتصف الظهر او بزنر المريض، تلاقي هذا الالم مبين بيزيد على اكل الدهون والدسم والزفر، وقت نشيل المراره بيروح الالم. ففي اسباب كثير للالم الصدري على سبيل المثال، يعني يمكن تمييزها بسهوله من خلال صفات الالم عن الالم القلبي. لكن على كل الاحوال انا التوصيه اللي بدي اقولها انه كل الم صدري، كل الم من السره الى الذقن يجب دائما نحمله محمل الجد وما نستهتر فيه، ونراجع الطبيب لحتى نتاكد انه هذا هل هو الم قلبي ولا لا. مجرد ما عرفت انه الم غير قلبي انا ما عاد خاف على المريض. صحيح. لكن الخطوره على الحياه تكمن في الالم القلبي المنشا. دكتور للاسف عم نشوف كثير حالات مؤخرا اليوم عن وفيات للشباب، نحن بنسميه الموت المفاجئ، ويمكن بيكون له علاقه ببعض امراض القلب. خلينا نحكي عن امراض القلب الوعائيه، الى يعني الى اسباب بحالات الموت المفاجئ، خصوصا نحن هون عم نحكي عن فئه الشباب.
في الواقع يعني كانت الأمراض القلبية وأمراض القلب الوعائية تشاهد عند الناس الكبار بالعمر، اللي عمرهم فوق 50 60 70 سنة، بسبب تصلب الشرايين، بسبب نمط الحياة، بسبب عوامل الخطورة اللي حكيناهن قبل شوي، بسبب تطور الحياة، وبسبب سوء التغذية اللي صرنا عم نشوفه، بسبب التسمم اللي صرنا عم نشوفه، والعادات السيئة مثل تناول الكحول والتدخين اللي صارت أعمار صغيرة عم تدخن. صحيح. بسبب هالشيء هاد صرنا نشوف تصلب الشرايين وتصلب الأوعية والأمراض القلبية الوعائية صرنا عم نشوفها عند الصغار بالعمر. فصارت هالعوامل هي كلياتها تؤدي لي الى تضيقات في الشرايين. هالتضيقات هي على اقل توتر او شده نفسيه او تعصيب ممكن تساوي لي ازمه قلبيه وتروحوا للمريض. صحيح. صرنا نشوف الوفيات بسبب الاحتشاءات باعمار صغيره بسبب تصلب الشرايين، وهالمرض يلي صرنا نشوفه نتيجه تعقيدات الحياه وتطور الحياه وتطور سوء التغذيه وتناول الاطعمه الغير صحيه. فنحن صرنا نشوف هاي بأعمار صغيرة، صرنا نشوفها بأعمار بالعشرين والخمسة وعشرين والثلاثين سنة. هلأ بجوز نحن نشوف وفيات بأعمار أقل من منشأ قلبي، لكن هي الوفيات قد لا تكون بسبب الأمراض القلبية الوعائية، قد تكون بسبب مرض موجود بالأساس عند الطفل. على سبيل المثال طفل عنده تشوه قلبي من الطفولة مثل أمراض القلب الولادية، بجوز يكون في عنا تضيق أبهري، بجوز يكون عنا اعتلال عضلي قلبية ضخامي ساد على جهد شبيب جهد شديد، بتلاقي الطفل فجأة وقف قلبه مات. فهدول أو بسبب هرموني أو بسبب تسممات معينة. قد تكون هذه ليست بأمراض قلب وعائية، لكن أمراض القلب الوعائية صرنا في العصر الحديث عم نشوفها في أعمار متدنية جدا بسبب العوامل اللي ذكرناها. دكتور حسن، دائما نحن بنقول انه هذا الفحص السريري بكل فتره يمكن بيوفر رحله علاج كبيره، ان كان على المريض وان كان على الحكيم. واليوم نحن للاسف بسبب الازمه الاخيره اللي عم نعيشها شفنا حالات من الموت الفجائي. دائما الحاله النفسيه اكيد لها اسبابها، واليوم قد ما حاولنا نكون شوي هادئين وشوي عقلانيين، ولكن اليوم الظروف عم تغضب الاشخاص. فاليوم نحن معذورين يعني، او الاشخاص معذورين يعني، حملنا فوق طاقتنا يعني. صح. فبنتمنى الصحة والسلامة للجميع، ونتشكر حضورك دكتور، وشكرا لإلك. شكرا كثير لكم، ونتمنى هيك السلامة والشفاء والعافية لكل مرضانا يلي سواء طلعوا من الأزمة الرهيبة يلي عانينا منها خلال شهر شباط أو الناس إن العاديين. إن شاء الله يا رب. أكيد الصحة والسلامة لكل الناس، وتضل النصيحة الذهبية اللي دائما كل أطباء القلبية بيوجهوها، ما نهمل أي عرض بخص القلب ودائما توجه للدكتور. أكيد. شكرا كثير لك دكتور. أهلا وسهلا فيك.